خلينا نروح لمعرض الكتاب. وزيرة الثقافة المصرية تعلن جوائز معرض الكتاب وتختار أنا بقى سعيد جدا بالجائزة دي، تختار سلطنة عمان ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56. ليه بقى أنا سعيد؟ أنا أقول لك ليه سعيد. أنا سعيد لأنه أي حد يعني يمكن يكون مهتم شويتين بالأدب يعلم جيدا أنه القصة والرواية والشعر والنثر في عمان رائع وجميل، وهناك في حركة أدبية، ودي مش جديدة، احنا بنتكلم على سنين طويلة في سلطنة عمان من الحركة الأدبية الرائعة. عندهم مجموعة من أروع وأجمل وأرشق الأقلام في الوطن العربي الحقيقة. معانا على تليفون الشاعر الكبير أستاذ جمال القصاص، وهو الحاصل على جائزة الشعر في معرض الكتاب عن ديوان كانت هنا الموسيقى في شعر الفصحى. فاحنا معانا على التليفون استاذ جمال، مش كده؟ كانت هنا موسيقى. موسيقى، تخيل. زملائي الاعزاء ولكن لهم مني نصيب وافر، كتبوها بالالف واللام. النكره اكثر تعميما من التعريف في هذه الحاله. كانت هنا موسيقى يا استاذ جمال. يعني اولا نقول طبعا بالتاكيد مبروك على الجائزه، ده مما لا شك فيه، لكن ماذا يمثل معرض القاهرة الدولي للكتاب للأستاذ جمال، وماذا تمثل هذه الجائزة ليك يا فندم؟ معرض القاهرة الدولي طبعا بالتأكيد عرس سنوي، على الأقل بيذكر الناس إن في كتاب وإن في ناس وفي في عناوين كثيرة جدا من المعارف الإنسانية الشتى، يعني من شتى أطياف الأدب والعلم والفن والتاريخ والجغرافيا وحتى كتب الأطفال. يعني هو منافسة ليعلي الكتاب أساسا قيمة حقيقية في وجدان الناس، وجدان البشر أساسا، وأنه أصلا أساسا الكتاب الورقي هو أساسا أحد هو القادر أن يعقد صداقة حقيقية مع القارئ. أما الكتب بتاع الميديا والكتب بتاع الانترنت فهي اساسا عابره ومرهقه جدا في القراءه، لكن انت تقتني الكتاب يعني تصنع مع كل صفحه تفتحها تشم رائحه الكتاب. صح، الكتاب اتفق. يعني اساسا اللمس قيمه معرفيه، اللمس في الحياة قيمة معرفية طبعا، وهو جزء من الخبرة العملية أساسا. لما تلمس الأشياء تحس بوجودها، وبالتالي وتحس إن وجودك بينعكس عليها. يعني لا شك فيه. فمن هنا في أهمية الكتاب، أهمية الناس تلمس الكتب، تشمها، تشم رائحة الحروف، تشم رائحة يعني تجدد هذه الألفة. من هنا أهمية معرض خرج الكتاب الذكريات الشخصية مع الكتاب، يعني أن يكون الكتاب ملكي أقتنيه، موجود في مكتبتي على هذا الرف، أسحبه وقتما أشاء. هناك ذكريات، هناك أحداث، هناك شخوص متعلقة بهذا الكتاب. بالتأكيد طبعا، بالتأكيد، لأنه أصل يعني الكتاب يعني قصة معرفة، قصة حياة، يعني سواء أساساً في الأدب أو في الفكر أو في الفن أو في الفلسفة، قصة حياة. يعني أساسا هو صديق معك، زي ما أنت حسب ما حضرتك أشرت فعلا، أنت يعني تسحبه من رف المكتبة يعني تتزود منه الزاد الذي تحتاجه، ثم أصلا تضعه بعناية فوق هذا الرف. طبعا طبعا، هي علاقة تجاور وتقاطع في نفس الوقت. صحيح. أنا بشكرك جدا جدا شاعرنا الكبير أستاذ جمال القصاص، ألف مليون مبروك مرة تانية على هذه الجائزة. كل الشكر ليك يا أستاذ جمال، يعني يا بختنا إن احنا نسمع صوت أستاذ جمال القصاص معانا.